الأساس أمس عندي محاضرة وياكم، بس همين ما صارت الظرف. إن شاء الله اليوم ما أتأخر عليكم هواي. نبلش بالمحاضرة. إيه صحيح، قاعدين من الصبح مسوين فضل علي يعني. يلا نبلش. طلاب، وصلنا للمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم consists of groups of cell tissues and organs that monitor body surface and internal fluid compartment and react to the presence of potentially harmful substance. تعرفون انتو انه الكونكتيف تيشو، او هو يعني اي تيشو، لازم من يتكون؟ يتكون من سيل. هاي السيل تكون مشابهة بالعمل والشكل والوظيفة حتى تكون هذا النسيج، وهذا النسيج اللي راح يتكون من هاي الخلايا راح يكون لنا شنو بعدين؟ الأعضاء أو العضو. فهذا يكون عبارة عن خلايا وأنسجة وأعضاء اللي تعمل على مراقبة سطح الجسم وكذلك الأعضاء الداخلية أو المكونات الداخلية للجسم، سواء الداخلية والمكونات الداخلية للجسم، وتعمل أو تتفاعل مع وجود أو احتمالية وجود الـ harmful substance اللي هي مثلا الباثوجين، المواد الضارة اللي تدخل للجسم. فعندنا الليمفوسايت اللي هي جزء من الـ white blood cell are educated to recognize and destroy specific antigen، ويكون الـ originated مالتها من الـ bone marrow. الليمفوسايت اللي هي الخلية الـ white blood cell تكون الغير حبيبية، تكون متعلمة educated وتميز الباثوجين الانتيجين اللي هو يعتبر هذا الجسم الغريب اللي يدخل الجسم، وتعمل على تحطيمه and destroy تحطيمه. من تنتج لنا هاي الليمفوسايت؟ تنتج من البون مرو، وراح نعرف انواعها ان شاء الله. زين، الفانكشن اوف ليمفاتيك سيستم، وظائف الجهاز الليمفاوي. اول وظيفه هي help maintain fluid balance in the body by collecting the excess fluid and the particulate matter from tissue and depositing them in the bloodstream. اللي هي راح تحافظ على التوازن السوائل اللي يكون بالجسم عن طريق جمع collecting the excess fluid، جمع السوائل الزائدة والجسيمات من الأنسجة وترسبها أو إيداعها بالبلاست ستريم بمجرى الدم. الوظيفة الثانية اللي هي الديفايند، دفاعية against infections by supplying disease الفايتنج سيل اللي هي الليمفوسايت. الوظيفة الثانية إلها هي وظيفة دفاعية، ضد تكون مقاومة للأمراض أو الانفكشنز الإصابات عن طريق الخلايا اللي هي الفايتنج سيل اللي هي الليمفوسايت، الخلايا القاتلة أو الدفاعية اللي تكون من الجسم هي الليمفوسايت. زين، من راح يتكون؟ الليمفاتيك سيستم consists of الليمفاتيك فيزل، الأوعية الليمفاوية اللي هي structurally identical to the vessel wall، تركيبها راح يكون مشابه لتركيب الوعاء الجداري الدموي، و are composed of three thin layer راح تتكون من ثلاث طبقات من الأنسجة الرقيقة وكذلك
and contain valves to prevent ال back flow. تحتوينا على صمامات الفالف، صمام اللي يمنع رجوع السائل الأنفي بعكس الاتجاه، يعني راح يكون الاتجاه مال الجريان باتجاه واحد. هاي الفالف تكون وظيفتها لبريفنت الباك فلو. زين، اللمفاتك ترونك، الجذوع اللمفاوية اللي هي ما تتكون formed by the convergence of large collecting vessels، اللي هي عبارة عن تجمع الأوعية اللمفاوية الكبيرة بين مسافة ومسافة من هاي اللمفاتيك vessels. راح تتكون عندنا تجمع من هاي الأوعية تعطينا اللمفاتيك ترانك. زين، بعد شنو اللمف اللي هو السائل اللمفي؟ هو عبارة عن clear fluid composed merely of fluid, water, electrolyte and some plasma proteins. اللمف السائل اللمفي هو عبارة عن سائل يكون رائق صافي، يحتوينا بصورة رئيسية على الماء الووتر والإلكترولايت اللي هي شوارد الأيونات اللي هي مثلا أيون صوديوم البوتاسيوم، الكلوريدات اللي هي مسؤولة عن الحامضية والقاعدية اللي تكون بالجسم، وكذلك الصم بلازما بروتينز اللي هو الألبومين جلوبولين والكلوتينج بروتينز. راح نعرف شنو الأنتيجين. الأنتيجين is any substance that can induce a specific immune response. هو أي جسم غريب راح يدخل للجسم وراح يحفز المناعة الذاتية. ال specific response راح يحفز المناعة لهذا الجسم الغريب. فهذا الجسم الغريب شو نسميه؟ بالأنتيجين، كأن يكون بكتيريا فيروس وهكذا الأجسام الغريبة اللي تدخل للجسم شو نسميها؟ الأنتيجينز. زين، الأنتيبادي اللي رمز مالتها الأي بي هي عبارة عن شنو؟ أو الاسم مالتها الثاني اللي هو الأمينوغلوبيولينز. الأمينوغلوبيولينز هو عبارة عن شكل الواي، شكله يكون واي شيب مولكيولز برودوس باي ذا بلازما سيلز. وعندنا خمس أنواع: الاي جي اي، الاي جي دي، والاي جي اي. هاي شنو؟ هاي الانتيباديز اللي هي الأجسام المضادة اللي راح تكون ضد الانتيجينات. من يكونها؟ تكونها خلايا البلازما سيلز ويكون شكلها على شكل واي. وعندنا خمس أنواع من هاي الانتيباديز. زين، الاميونيتي سيستم عندنا نوعين من المناعة اللي تكون بالجسم. عندنا الانت اللي هي ناتشرال اميونيتي اللي هي المناعة الذاتية، وعندنا الاكوارد او الادابتيف اميونيتي اللي هي المكتسبة او التكيفية. فاول نوع اللي هي الانت اميونيتي، المناعة الذاتية اللي هي فيرست لاين اوف بريفنتيف defense of the body against invading organism in the body. زين، اللي هو الخط الأول الدفاعي اللي راح يمنع أو راح يكون ضد الغزو الكائن الحي. هاي شو تكون؟ تكون inherited immunity، هاي وراثة، تكون المناعة هاي تكون وراثية، المناعة تكون وراثية، إنه هذا البيبي أو الطفل اللي يجي يكون عن طريق الأم ماخذ الوراثة مالته عن طريق ماخذ المناعة عن طريق الأم inherited والأب يعني، فتكون وراثية. أوكي، and present in the organism from birth. تكون هذه موجودة عند الولادة. وكذلك شو يكون؟ يكون الطفل يستلم
الاميونيتي عن طريق الرضاعة من الأم. تعرفون أنه الرضاعة الطبيعية جدا مهمة للطفل، هي اللي راح تكسبه الاميونيتي بالمراحل البداية من الحياة. شو اسمه، اكو سائل اللي هو الكوليستروم. الكوليستروم اللي هو اول افراز من الغدة الثدييه عند الولاده، هذا يحتوي لنا على الانتيبوديز جدا مهمه للطفل، اللي هو يسموه السرسوب او اللبق بالعربي، بالانجليزي الكوليستروم. هذا يحتوي على الانتيبوديز، الملك راح يكون محتوي على كل انواع الانتيبوديز مال الام، يكون جدا مهم للطفل. بعد شو يكون هنا، يقول الانت اميونيتي also includes the external barriers of the body like the skin and the mucous membranes. كذلك تتضمن الحواجز الخارجية للجسم مثل السكن اللي يحمينا السطح الخارجي من الجسم، والميوكوس ممبرين كذلك اللي تكون موجودة بالجسم تعتبر من الانت اميونيتي. زين، الادابتيف اميونيتي شنو هي؟ second kinds of protections is adaptive or active immunity، اللي هي النوع الثاني من الحماية اللي تكون المناعية، اللي هي تكون مكتسبة which develops throughout our lives، اللي هي تكون تتطور خلال الحياة and involving the lymphocyte and develops as people exposed to the disease immunized against disease through vaccination، اللي خلال تعرض هذول الأشخاص للأمراض، من تعرضهم للأمراض راح تكسبهم مناعة. أكو بعض الأمراض اللي تكون مثلا الجسم راح يتحصن ضدها، وكذلك عن طريق أنه هذا الشخص راح ينطوه التطعيم أو اللقاح الفاكسينيشن ضد هذا المرض، فراح يصير عنده الانتيبادي. إذا فدا دخل هذا الانتيجينز مثلا الفيروس، شلون هسه هذا عندنا احنا الكورونا، فراح ينطوا الانتيبوديز ضد الكورونا. فاذا دخلت مثلا فيروس الكورونا اللي هو راح يعتبر الانتيجين، فاحنا عندنا بالجسم شنو راح يكون الانتيبودي، فراح يقتل هذا الانتيجين. اوكي، فهي عمليه مكتسبه تكون عن طريق تعرض هذول الاشخاص لامراض، من تعرضوا للامراض راح تكتسب عندهم مناعة ضد هاي الأمراض المعينة، وكذلك عن طريق الفاكسينيشن. زين، الماني تايب اوف لمفوسايت، هاي اللمفوسايت بها أنواع من الخلايا، راح تنقسم إلى أنواع من الخلايا اللي هي مثلا البلازما سيل. البلازما سيل اللي احنا قلنا عليها مسؤولة عن تكوين الانتيبوديز، اللي هي fully differentiated البي سيل، اللي هي راح تتميز من خلية الليمفوسايت البي ليمفوسايت وسكريتز الانتيبوديز. عندنا خلايا الناتشرال كيلر سيل اللي هي تكون infected with certain virus وكذلك الكانسر، اللي هي تكون الكشف عن الكانسر وتقتل الخلايا اللي تكون مصابة بالفيروس. والتي سيل اللي هي ريكوجنايز النون سيل التارجت such as الباثوجين. الجسم تعرفون بيه خلايا، زين هاي الخلايا شلون راح يميز الجسم بين هاي الخلية اللي تكون من الصنف مالته من داخل الجسم، وشون يميز بين الباثوجين؟ عن طريق الريسبتر اللي يكون موجود على الخلية. كل خلية اللي داخل الجسم، يعني الخلية الصالحة اللي هي يعني غير مؤذية،
شتكون تحتوي على ريسبتر اللي هو ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس اللي هو معقد التوافق النسيجي. هذا مثل الهوية يميز الخلية، يعني هذا الريسبتر إذا موجود على هذه الخلية إنه معناته شنو، هذه الخلية من نفس الجسم، يعني مو غريبة. أوكي زين، فهذا التي سي ال راح تميز هذا الريسبتر إذا كان موجود أو غير موجود. فإذا كان غير موجود إذا هذا نون سيلف، مو من نفس الخلية، مو من نفس الجسم، فايش راح يعتبر؟ راح يعتبر باثوجين، فراح تميزه أوكي عن طريق وجود هذا الريسبتر اللي هو الرمز مالته ال MHC اللي هو ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، معقد التوافق النسيجي. هاي يعني انا شرحت لكم اياها حتى تميزون، يعني غير مطالبين بها، بس مو ان ما هي التي سي ال اللي هي راح تميز النون سيل اللي هي التارجت مثلا الباثوجين عن طريق وجود هذا الريسبتر. هذه خلية الليمفوسايت تحت المجهر تكون بهذا الشكل. زين، what are main organs of the lymphatic system؟ اما راح يتكون الاعضاء مال الجهاز الليمفاوي، عندنا primary lymphoid organs وعندنا secondary lymphoid organs، هي اللي راح تكون لنا التي الليمفوسايت اللي هي البي وال. فعندنا البي اللي هي developed والماتوريشن راح تكون بالبون مارو، والتي الليمفوسايت اللي راح تكون بالثايموس جلاند. فالمكون اللي التي والبي اللي هي يعتبر شنو؟ البرايمري ليمفويد اورجانز. مثلا البون مارو اللي راح يكون لنا شنو؟ السايت يعتبر برايمري ليمفويد، والثايموس اللي هي الغدة العصترية تكون بايلوبس عبارة عن فصين، endocrine gland located at the aortic arch تكون عبارة عن غدة صماء. شنو الاندوكراين ذات تذكرون احنا اخذناها انه ما راح تحتوينا على تكون غير حاوية على الدكت، فتكون ductless يعني ما تحتوينا على قنوات، وتكون عبارة عن بايلوبس فصين، والمكان مالتها located وين تقع هذا غدة الثايموس تكون تقع بالأورتيك أرش. هذه الغدة تكون حجمها عند الأطفال كبيرة، وكل ما يكبر الشخص راح يصغر الحجم مالتها. شنو وظيفتها؟ وظيفتها هي stores of large numbers of اللي هي الليمفوسايت راح تكون inactivated. في حالة activated إذا تتنشط هذه الخلايا عن طريق هرمون اللي هو thymus هرمون أو الثايموسين، الثايموسين اللي من يجينا من غدة الثايموس، راح إيش يسوي هذا؟ راح يسوي لها maturation process عن طريق إنه هذه الخلية تكون غير ناضجة. من ينطرح هذا الهرمون الثايموس هرمون راح يسوي لها نضوج الليمفوسايت، فراح تتحول الى الاكتف، راح ينشط خلية التي ليمفوسايت. زين،